السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة 7 فبراير 2020 والساعة 9:30 بتوقيت الجزائر. أزلف اللون إخواني، جمعة 51 ولا أروع، جمعة قوية وقوية جدا وفي أغلب المدن، جمعة ناطقة في العاصمة بمئات الآلاف من الأحرار والحرائر، وبكل تأكيد في كثير من المدن عشرات الآلاف، وفي مدن أخرى آلاف، وفي مدن أخرى مئات، حسب القمع وحسب كبر المدينة. في حقيقة الأمر جمعة ولا أروع بكل ما تعنيه الكلمة، ومبشرة بأن الجمعة اللي بعدها ثم جمعة خاتمة العام الأول ستكون شيء طوفاني، ستكون ربما مظاهرات لم يسبق لها تاريخ في الجزائر، ستكون جمعات قوية. نعم، كانت جمعة ولا أروع وكانت شعارات من أفضل ما يمكن أن يسمع الإنسان، فخلونا نشوف ونسمع مع بعض هذه الشعارات اللي نبدأها بداية من المدن المحاصرة، المدن اللي ظلت محاصرة لأسابيع. ذهب الأحرار، دخل لها الأحرار، خرج منها الأحرار والحرائر، وكانت هناك مظاهرات قوية. ها هي مسغان. ريزال تيرت جنرال أبو بيل والجزائر ضد الاستقلال. سيدي بلعباس حي الله أحرار بلعباس، كما كانت في مدن أخرى من أروع ما يكون. أسمعوا هذه. كانت هذه برج بوعريري.
ما فوطيناش يا الخوانا، وهذا استعمار بالوكالة كما كانت هذه. هذه في الصيف. شرطة سطيف كانت تعاملت بقباحة كبيرة اليوم مع كثير من الأحرار، وكانت اعتقالات لكثير من الأحرار. هذه كانت الوقت. حي الله حرار الوقت. مرة أخرى في غليزان. والصحافة تقسم في الحراك، والقاضي خاين بالتليفون. هذا حرار سطيف. زغماتي للحراش، جيبوه جيبوه. هذا زغماتي مجرم كبير، مجرم كبير، يظن بلي راه يقدر يخوف الأحرار. خليني نزيدكم بعض أيضا اللي جاتني أيضا بسرعة. كان هناك 2 أو 3 من أروع ما يكون. حي الله الأحرار. في الحقيقة وما زالت هناك شعارات من أروع ما يكون ومن مختلف المدن، فليعذرني إخواني اللي ما استطعتش أن نمرر كلها، لأنها ستأخذ لنا طول الوقت نتاع اللايف، وأنا متأكد أنكم أيضا ربما تريدون سماع بعض الكلمات مني. إذا جمعة قوية، جمعة رائعة، جمعة 51، غير لساني يقولها، 51 جمعة، يعني ما يقارب من سنة. سنة يخرج فيها الشعب كل جمعة وكل ثلاثاء، وفي مرات أخرى خرج أيام أخرى، خاصة أيام الانتخابات المزيفة. ومع ذلك فإن هذه العصابة لا تريد أن تسمع. قامت بتغييرات كوسميتيك كما تسمى، شكلية تجميلية. صحيح سقط المحنط وسقط أخوه السعيد، وأدخل السعيد وترطاق وتوفيق إلى السجن. وبالمناسبة لعلكم سمعتوا قبيل شعار من غليزان، التوفيق يستحق الإعدام. الفكرة اللي طرحوها الإخوان في غليزان إن شاء الله نعلق عليها في قبل نهاية الحديث، لأن في حديث على
انهم بداوا يفكروا لو كان يعاودوا يجيبوا التوفيق، لو كان يعاودوا باش يقضوا على الفساد. هما ما بيوش فساد، لان اعظم فساد تم في وقت التوفيق. توفيق كان رئيس مخابرات من 1990 الى 2015، 25 سنه تقريبا. لا يوجد في العالم اذا استثنينا ادغار هوفر تاع المخابرات الامريكيه تاع الاف بي اي، مش مخابرات البوليس الامريكي، وربما اللي حكم اكثر. لا يوجد تقريبا في العالم الا استثناءات قليله جدا ان يكون رئيس مخابرات 25 سنه. كذلك كان توفيق محمد مدين اللي راه اليوم اللي سجنه القيد صالح وراه مازال سجين. لكن لوبيات التوفيق ودولة التوفيق وبعض المجرمين اللي هما من الدولة العميقة اللي راهم في قلب المراكز واللي راهم بداوا يعاودوا يشكلوا في حلقاتهم، بداوا يقدموا لنا توفيق وكأنه قال لك هو اللي يقدر يحارب الفساد. واش يحارب؟ الفساد العظيم نشأ مع توفيق. أول شيء أعظم فساد هو فساد الدماء، قتل الناس، قتل الجزائريين، مئات الآلاف ما بين قتل أو جرحى، ثم استقدام بوتفليقة ووضع بوتفليقة. من؟ توفيق كان أحد المهندسين نتاع وضع بوتفليقة على رأس الدولة. وبوتفليقة طبعا قام بعملية نشر للفساد لم يسبق لها مثيل. وكانت الدي ار اس بدل أن تحارب الفساد كانت تأخذ الملفات تاع الفساد وتحاول تستخدمها تضغط بها على المفسدين باش يحقق توفيق وجنرالات وعقداء وضباط في المخابرات باش يحققوا مصالح شخصية. عمرها للمخابرات الجزائرية تحت توفيق ومن بعده ومن قبله عمرهم ولا حاربوا الفساد، كانوا دائما يستولوا على ملفات الفساد باش يضغطوا بهم على المفسدين. أعطيكم مثال بسيط لعل أخونا أمير كان ذكره قبل أسبوع أو 10 أيام. هذا مبروك يسعد مبروك، هذا الأمين العام أو رئيس نقابة القضاة. هذا وش قصته باش حطوه رئيس نقابة القضاة؟ باختصار بسيط اللي معروف عليه أنه قبل 8 سنوات ولا 9 سنوات اغتصب قاصرتين أصلا من البنات اللي ربما مساكن ضحايا المجتمع، 14 15 سنة وجدوا نفوسهم في الشارع. فبدل من أن يضعهم مثلا في مكان لإعادة التربية، في مكان لحمايتهم وهم صغار، تقول الرواية من أنه بكل أسف وألم، يعني لساني ثقيل على هذه الكلمات، لكنه استغل وضعهم وقام بالزنا بالبنتين. وعلمت المخابرات بذلك، ماذا فعلت؟ طردته؟ سجنته؟ لا بالعكس، أعطوه منصب آخر، قالوا له روح درق راسك، ومن بعد جابوه حطوه أمين عام لنقابة، نقابة القضاة. لماذا؟ باش يقدروا يتحكموا في نقابة القضاة عن طريق الأمين العام هذا أو رئيس النقابة، باش هو يمتص الغضب. وبالفعل لما خرجوا القضاة مرتين أو ثلاثة امتص الغضب. وشفتوا الاتفاق اللي عملوا مع زقماطي قبل 2 أو 3 شهور فيما يعرف بقضية الموفمون تاع القضاة. في نهاية المطاف القضاة دفعوا ثمن، وثمن غالي، خاصة اللي كانوا يعرفون بأنهم أحرار، يعرفون بأنهم يحبوا يريدون تطبيق القانون، يعرفون بأنهم انضاف. هذا مثال بسيط. لذلك سواء في الجماعات المسلحة اللي اخترقها توفيق واسماعيل العماري وجهاز دي ار اس، أو في المفسدين اللي كان توفيق يعرفهم بكل التفاصيل، عمرها للمخابرات الجزائرية تعاملت كما تتعامل مخابرات الدول بحماية المجتمع، وقامت بتحييد لا نوتراليزاسيون سواء تاع الجماعات المسلحة أو بتحييد المفسدين. كانت دائما فيما يتعلق بالجماعات المسلحة في كثير من الحالات اخترقتها واستخدمتها لكي تذبح بها الشعب. وفيما يتعلق بالمفسدين، وزراء، جنرالات، قضاة، سفراء، دبلوماسيين، إداريين، ولات، في كل مكان كانوا يشدوا الملف ويقولوا الملف راه نتاعك عندنا، ما تخافش، احنا نريد أن نطلب منك أشياء تقوم بها وسنحافظ على هذا الملف. وهكذا وصل مفسدون كبار إلى أعلى المناصب
بشرط فقط أن يخدموا الدراسة. يخدموا الدراسة باش تقوم بأمن المجتمع؟ لا، باش تدافع أو باش تنهب. اليوم أنا على علم بأن هناك عشرات من كبار ضباط الدراسة، بعضهم الآن استوطن في الخارج، كثيرين منهم في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بعضهم في الإمارات، بل أن بعضهم في دول ربما تسمعوش بها، بعضهم من ذهب إلى الأرجنتين وإلى المكسيك، طبعا كندا فيها عدد لا بأس به، فروا وقد نقلوا ملايين الدولارات، ناهيك على الأملاك اللي يملكوها في الجزائر. إذن الدي ار اس تحولت، بدل ما أن تكون مخابرات لحماية المجتمع، تحولت إلى ذبح المجتمع، إلى نهب المجتمع، إلى تدمير الدولة، إلى نخر الدولة. ولذلك أحرار غيزان لما رفعوا اليوم شعار شعب يريد إعدام التوفيق، فهذا مفهوم جيدا، خاصة أن جهات معينة والآن راهم قراب أو تقرب منهم تبون وجابهم معاه للمرادية حنوشة، بدأوا يفكروا كيفاش يلقوا صيغة لإطلاق صراح التوفيق، بلك يفيدهم في تفكيك الحراك. يعني مش فساد، الفساد هذا نظام فساد، هذا نظام مثل لا يستطيع أن يعيش إلا ضمن الفساد، هذا نظام مثل الدود الذي يحيط بالجثث أعزكم الله، بالبكتيريا الفاسدة التي تحيط باللحم الفاسد، فهو لا يعيش إلا ضمنه. الماء الآسن الذي لا تعيش فيه إلا الحشرات الفاسدة، هم هدفهم الرئيسي تفكيك الحراك. لكن جمعة مثل اليوم تعطيهم سفعة من الجانبين، من الجهتين، صفعة أن هذا الحراك كلما ظنوا أنه يضعف، كلما ظنوا ونشروا، الآن فيه نشر الإشاعات، مثلا أعطيكم مثال بالإشاعات اللي ناشرين هذه الأيام ويضعوها في سيارات الناس ويوزعوا فيها. قال لك يوم 21-22 راهم رايحين يخرجوا المثليين، المثليين أي الشواذ، باش يطالبوا بحقوقهم. إذا كنتم تحدثوا على شواذ، أكبر نسبة من الشواذ بكل أسف وألم، بدون ما ندخل في الحديث هذا، موجودة في النومنكلاتيرا، موجودة في الطبقة الحاكمة. في الحقيقة يريدون أن يمسوا الشعب في بعض الأشياء اللي يعرفوا بالنسبة إليه مقدسة وأخلاقيات مقدسة. 21-22 ستكون زلزال، ستكون طوفان، سيكون خروج لم يسبق له مثيل. ما تقدروا ترجعوه لا بالإشاعات ولا بالذباب ولا بالأذناب ولا بالقنوات ولا بالجرائد ولا بالدعم الخارجي، ولا. هذا الشعب حر ومصمم أن يبقى حر ومصمم أن ينتزع حريته. دستور الآن أول جملة تبدأ فيه يقول لك شعب جزائري شعب حر ومصمم على أن يبقى حر. سنضيف له جملة إن شاء الله عندما يتولى الأحرار هذه البلاد، ومصمم أن ينتزع حريته، وهو الآن مصمم أن ينتزع حريته وسينتزعها. تؤجلون، تعطلون، تعتقلون، تضربون، مثلا ضربوا اليوم بعض إخواننا في معسكر، يعني في واحد من الإخوة الأفاضل ضربوه شقوله راسه، خليني نشوف الفيديو، ضربوه شقوله راسه ظنا منهم من أن هذا قد يخوفه أو قد يرجعه. عمره لا تراجع، الأحرار لا يتراجعون. ها هو اللي واحد ما يخرج بك خفيف، انا على عمري بحياتي ما شكيت، مي اليوم راني باغي نشكي، راني باغي نشكي الشيء اللي صرا في معسكر. اسكو معسكر هادي مشي بيه مشي بالجزائر ولا كيما معسكر دارت الحراك، وكانوا الشرطه تاعو عندنا كانوا يرافقونا في الحراك، ما كانش عندنا بروبليم معاهم. قمعونا الحراك تاع قمعونا الحراك تاعنا، رانا نسيو حنا نعاودو نفرونو فيه. مي الشيء اللي صرا اليوم، الشيء اللي صرا اليوم تقريبا تقول بلي مشي رانا في الجزائر ومشي تقول تحررنا، والله مازال ما تحررنا، والله مازال ما تحررنا. اليوم انا جا كوميسار اون بيرسون
ضابط شرطة تاع لافوا هو قال مي سقسيت عليه قالوا لي غير ليزاني السيد طايح فيا قاضيني لي زاني موطي كيما هكا ويتفل لي في وجهي ويقول لي فعل في امك انتوما مسخين انتوما اللي قلت ما نجيبش انا ما نجيبش نسمح نمسح حتى التفال ما نجيبش وفي البوست راديو طايح فيا في الراس اه لا براف الدم انا والله ما غاضني الدم انا غاضني التفال ذاك انا دوني عند السبيطار قالوا لي حاج غرمول احد احرار البلاد شفتوا كيفاش يتعاملوا بعض يعتقدون ان طرق مثل هذه يعني طريقة بذيئة يعني يتمسك كل واحد من اللي يديه تدوروا عليه وتبدا تبزق له في وجهه الوجه اللي خلقه الله تتعامل معه انت بذلك لا تخاف لا من الله لا من قانون لا من تاريخ ولا من شيء سيدفع الثمن هذا الضابط اخواني الاحرار راه اخونا امير خرج اسماوات وراح تخرج مازال اسامي تاع القضاة اللي سجنوا الاحرار واللي تعاملوا معهم بقسوة سيخرجون واحدا واحدا بالأسماء نتاعهم وبالصور إن شاء الله إخواني الأحرار كل ما تشوفوا كوميسار أو ضابط أو مسؤول مخابرات أو ضابط مخابرات باللباس المدني باللباس العسكري خذوا الصور وانشروها سنحاسبهم سيحاسبهم الشعب واحد واحد بإذن الله ما عندهمش شنو يروحوا جزائر الأحرار ستنهض من تحت الركام نتاع الفساد نتاع المافيا نتاع العصابات هما رواحهم سموا بعضهم بعض العصابات هما رواحهم اعترفوا ان الجزائر تحت استعمار ثاني قالها المقبور قايد صالح قال لك الجزائر كانت تعيش تحت استعمار ثاني وما زالت بكل الم اخواني كل واحد من هؤلاء المتنطعين الشرطه فيها احرار وفيها رجال وفيها شرفاء كذلك في المخابرات كذلك في الدرك وهؤلاء إخواننا كذلك في الجيش وهؤلاء إخواننا كذلك في الجنايات وهؤلاء إخواننا ولكن فيها أيضا بعض أقذر خلق الله على أرض الشهداء أقذر خلق الله على أرض الشهداء متواجدين أيضا في الأجهزة هذه هؤلاء لازم نعرفوهم ولازم إخواننا اللي راهم داخل هذه الأجهزة من الأحرار يبعثوا بصورهم بأساميهم بعناوينهم لن يفلت منهم أحد بإذن الله لن يفلت أحد يعني تجيبوا راجل هكذا في حل حر خارج يدافع عليك باش ما يجيش الضابط اللي اكبر منك يبزق على وجهك انت ويضربك بالكف انت تجي تحقره وتملى وجهه بزاق تفال الا لعنة الله على الظالمين اذا كانت جمعة قوية وستظل وستكبر هذه الجمعات الايام القادمة حتى اخواننا بعض اخواننا اللي خدعوا بعض إخواننا اللي خدعوا بدأوا يعودون وهذا نفرح بهم نحن مي فوتيل تار كجامي كما يقول المثل الغربي من الأفضل أن تأتي متأخرا من أن لا تأتي عودوا إلى حراككم يا من خدعتم بحق يا من صدقتم الدعاية دعاية النوفمبرية والباديسية أكم شفتوا راكم شفتوا التدخل الفرنسي راكم شفتوا البوارج الفرنسيه راكم شفتوا لودريون يجي يعطيهم تعليمات عطاهم تعليمات الى درجه انهم هاجموا التركي اردوغان اللي كان عندهم قبل يومين شنوا عليه هجوم قالك ما قلناش بينما تبون معروف كان قالها اكثر من مره من ان فرنسا قتلت الملايين وموجوده تصريحات له تنكر لماذا لان فرنسا ماسكتهم اليد اللي توجعهم فرنسا هي الإله بالنسبة للعصابة التي تحكمنا فرنسا هي الرب بالنسبة للعصابة التي تحكمنا فرنسا هي بداية الحضارة ونهاية الحضارة بالنسبة للعصابة التي تحكمنا بعض هؤلاء اللي مخلوعين مساكين كنت أنا تكلمت قبل 3 أيام ولا 4 أيام وتكلمت على يوسف بن خدة المجاهد رحمه الله المجاهد ورئيس الحكومة المؤقتة اللي قام عليه انقلاب وجدة 62 فمن بين الأشياء قلت صيدلي وقلت معها فارماسيست فكاتب تعليقات ونشرها في عدة أماكن بدل فارماسيان قال فارماسيست لأنه باختصار بسيط لا يفكر إلا بلغة فافا فارماسيست هي باللغة الإنجليزية يقال الصيدلي باللغة الإنجليزية كيميست وفارماسيست
يعني لازم كي نترجموا الكلمه نترجموها برك بالفرنساوي. لا انا احيانا نقول الكلمه ترجمه بالفرنسيه واحيانا نقولها بالانجليزيه، الى لان كثير من اخواننا اللي يتابعوني ما يعرفوش فرنسيه لكن يعرفوا انجليزيه، وكثير اللي ما يعرفوا لا الفرنسيه ولا الانجليزيه، لكن برك باش تشوف العقد. وكأن اللغة الفرنسية هي الوحيدة الموجودة في هذا العالم، وهذه العقد تنقلت للأسف لبعض إخواننا يعني اللي ما فهموش. إذا قلت هذا النظام اليوم راه يتخبط، راه يتخبط في عدة جهات وعدة نواحي. من جهة اللي يتخبط فيها ذكرت لكم أول أمس ولعلكم تابعتوها وشفتوها، قضية المدير العام للجمارك. المدير العام للجمارك قبل 3 أيام أعلنوا في قنوات العصابة، وكالة أنبائهم، جرائدهم، من أن فلان الفلاني قد خلف فلان الفلاني في المنصب. معناها مدير عام جديد، والمدير العام القديم تمت الإطاحة به، تم طرده. هذا الكلام كان في الصباح. في المساء سحبوا كل ما كان في وكالة الأنباء، في التلفزيون، في جرائدهم، وكانوا لم يخرجوا الخبر الأول، وقال لك أن المدير العام الأول راه باقي في منصبه، واللي عينه تبون ثاني. لا شرح ولا تفسير ولا عود. وهذا دليل آخر على الصراع والصدام اللي راه قائم بيناتهم. هناك صراع وصدام قائم بيناتهم. أحيانا تجي تعليمات بإطلاق سراح فلان وفلان وفلان، مثلا من هؤلاء إخواننا اللي في الحراك أو أخوات، بعدها بساعتين تجيهم تعليمات أخرى، وهذه نقلت إلي من سجون ونقلت إلي من عند قضاة، تجي تعليمات أخرى، فلان وفلان وفلان ما يخرج، لا يخرج فلان وفلان. صراع، صراع أجنحة لا يجمعهم شيء إلا الهيمنة والسيطرة. وبما أن ليس لديهم إيديولوجيا مشتركة ولا سياسة مشتركة ولا تفكير يفهمون كيف تدار الدولة، فهم اللي يقدر على أخوه هو اللي يسيطر. هذا التخبط لن يذهب بعيدا، خاصة مع الوضع الاقتصادي الذي يزداد تأزما. أسعار البترول تنخفض، الجزائر تبيع 400 ألف برميل نقص من الكوطة تاع الجزائر. الجزائر عندها الكوطة نتاعها فيها 1400، فيها 1,400,000 برميل يوميا. الجزائر لا تبيع اليوم إلا 1,030,000 برميل يوميا، يعني ناقص 370,000. لماذا؟ لأن باختصار بسيط لم يعد بإمكان الآبار تاع البترول الجزائري أن تأتي بأكثر من ذلك، ناهيك على الاستهلاك الداخلي. الغاز نفس الشيء، الغاز والبترول ينقصوا من المصدر ثم أسعارهم تنقص على الساحة الدولية، فالمداخيل زادت انهارت. ولذلك زادوا، هم شتوا الضرائب اللي زادوها، وهم زادوا ضريبة ما كانش داخلة في الحساب، الماء. الماء سيرفعون أسعاره مع بداية رمضان. لهذا قلنا يا إخواني أن المرحلة هذه الثانية بداية من العام الثاني، بداية من 21-22 فبراير القادمين، في خلال 14 يوم نحضر أنفسنا الآن. ما نخلصش، ما نخلصش فاتورة الماء ولا فاتورة التريسيتي ولا فاتورة الغاز ولا الفينيات ولا أي ضريبة، ما نخلصش. بعض الناس طرحوا لي أسئلة، من بينها أحد الأفاضل قال لي أنك تقول لازم في حي معين في مدينة أو ما فقط شارع معين في مدينة. لا، قلت أنا أقل شيء يكون حي كامل في مدينة، أقل شيء. علاش حي كامل؟ حي فيه 3,000-4,000 ساكن ما يقدروش يجوا يقطعوا التريسيتي لكل الناس أو الماء لكل الناس أو الغاز لكل الناس، ما يقدروش. بمعنى ما يقومش بهذا العمل، ما يقوموش به 10 ولا 15 ولا 20. يجب أن يكون هناك عمل وتنسيق بين الناس باش كل أهل الحي، أقل شيء أهل الحي. فإذا وصلنا لأهل المدينة كلها فهذا شيء رائع، وبالتأكيد الأحياء القوية أن يتواجد الأحرار بقوة هي اللي تبدأ. المدن أيضا أين يتواجد أحرار بقوة، هذه هي المدن اللي تبدأ باش الآخرين يتبعوها، وباش النظام ما يقدرش إذا بدأت مثلا بجاية بعدم دفع لا ماء لا كهرباء لا غاز، والمدينة كلها مثلا لما تتبعها المدية أو البليدة
النظام لا يستطيع أن يروح برك لجماعة المدية، لأن هنا ستظهر من أنه يتعامل بمكيالين. ثم أن أحرار المدن أخرى هم أيضا سيقومون بنفس الشيء. ولماذا مرة أخرى، لماذا لا يجب أن نصعد، لماذا أن نمضي في الخطوة الثانية؟ لأنه أولا بعد سنة من هذه الثورة السلمية، من هذا الحراك السلمي، ما رمش يسمعوا، ما عدا سقوط المحنط ومجموعة معاه ودخول من السجن، وهذا مهم، لكن البقية جابوا لنا واجهة مدنية جديدة مهشمة، جايبين لنا شخص عمره 75 سنة قضى 52 سنة في الإدارة، منذ 68 وهو في الإدارة. كي نقول منذ 68 يعني منذ 52 سنة، اليوم ثلثي الشعب الجزائري لم يكن قد ولد. ثلثي الشعب الجزائري، حوالي 70% من الشعب الجزائري عمره أقل من 52 سنة. جايبيننا شخص رديء فاشل، يعرف كاع لي كومبين والحيل والمكر والخبث اللي تعلموه في الإدارة، بل هو المنتج الصافي لدولة الفساد ودولة الرداء ودولة الفشل. ان بير برودوي تاع لا بيروقراسي تاع العصابة. جابوه حطوه لنا رئيس واجهة مدنية. إذا ما مش يسموه، هذا السبب الأول. السبب الثاني، الخدمات سيئة وسيئة جدا. اضرب وين تشوف، طرق مهدمة في العاصمة، في العاصمة في مدن كبرى، وهران تلقى طرق مهدمة مجرحة، تحشوية أمطار تغرق المدينة، فما بالك بالمدن الصغيرة والمدن الداخلية والقرى والتشور، هذا قاعد ما نتحدثوش عليهم، كاين اللي مسكن عايشين وكانهم في العصر الحجري، عصر ما قبل التاريخ. السبب الثالث، الأسباب الرئيسية، السبب الثالث أن أموالنا هذه اللي نعطوها لهم راهي تصرف على ماذا؟ على قوات القمع، على كبار الوزراء، على الوزراء، على الولات. الآن الوزير الأخير يدي 60 مليون رسميا، هذا الصالير الرسمي، الأجر الرسمي. هذا البرلمانيين التافهين والتافهات، المعدل ما يصرفون عليه أكثر من 40 مليون، 30 مليون أجر، وبعدين هذوك لي فريد ميسيون ولي فريد تاع لوتيل ولي فريد مانيش عارف تاع التليفون وتاع السيارة، توصل أكثر من 45 مليون. هذه اللي يدوها بالرسمي، خلينا من اللي يدوها بالخطف وبالرشاوي، هذيك بالمليارات. حتى الجنرال التالي يدي 90 مليون. ما يشوفوش، ما يعرفوش كاع واش كاين اصلا في السي سي بي ولا في البنكا، لان اصلا الاموال ينهبوها خارج بلا حدود. ودي بلورو ودي، ويعطوهم قروض لا تعاد وهيبات لا تعاد باش يشروا الولاء نتاعهم. منين جاي هذه الاموال؟ هذه الاموال اللي تدفع بالدينار جايه من اموال شعب، من جيوب شعب. جايبين، جايه من الضرائب، جايه من المها، من الخدمات، الماء اللي هي خدمات بائسه، ماء، كهرباء، غاز، مانيش عارف. إذن يجب ان لا نمول القمع، يجب ان لا نمول وزراء العصابه، جنرالات العصابه، كبار ضباط العصابه، كبار اداري وكبار قضاه العصابه. يجب ان نتوقف على تمويلهم، لان تمويلهم واش يعني؟ يعني يزدادون مالا، يزدادون ثراء، يزدادون مناصبا، ويقهروننا اكثر مما رانا مقهورين. الفقر راه يزحف، الفقر راه يزحف على الملايين من الناس. اذا ما نخلصش، ما نخلصش، هذه يجب ان تصل الى العالم اجمع، فتكون طريقه جزائريه مبتكره، فهي تصعيد ولكن في نفس الوقت تصعيد محسوب، موش اضرابات اللي ممكن الناس يقول لك انا ندير اضراب ممكن يروح لي المنصب تاع العمل، ولا بعض الناس يضربوا بعض الناس ما يضربوش، موش حصار للمطار، لان بعض الناس ممكن يخافوا يقول لك ممكن يقمعونا ويطلقوا علينا الرصاص او موش اعتصامات امام الحكومه والرئاسه ووزاره الدفاع، بالك الناس تخاف. هذا ممكن، هذه الطريقه فيها تصعيد وهو تصعيد محسوب ولكنه مؤثر جدا. ماذا يؤثر، كيف يؤثر في هذه العصابة؟ أول حاجة
يسقط هيبتها أمام العالم، لأن الحكومة التي لا تستطيع أن تجمع أموال الخدمات وأموال الضرائب تسقط هيبتها. واحد. اثنين، تتفرغ الخزائن ما تلقاش المال باش تشري به الذمم، باش تعطي لي بريم إضافيين للضباط. عطاو دي بريم لضباط الشرطة وضباط الدرك، مش كلهم بالمناسبة ثاني، يعني يعطولهم على حساب الولاء. طبعا لي بريم لي جينيرو نتاعهم هذوك بلا حدود. اذا كي ما نخلصش راح يلقى صعوبة، يكون امامه يزيد يطبع الدراهم، يزيد يطبع الدراهم تزيد الامور تسوء اقتصاديا، فيصبح في وضع حرج. ما يطبعش ما يلقاش الدينار، لان الناس مش تخلص. كي ما يلقاش الدينار، الجماعة اللي راه يشري فيهم بالصالير وب 10 مليون و 15 مليون و 20 مليون ولي بريم يبداو يغضبوا عليه، خاطش كاين للاسف في مختلف الاجهزة إدارية مدنية عسكرية شارينهم بالمال بكل اسف وألم. ونتمنى على اخواننا هؤلاء ان يفكروا من جديد. المال ما ينفعكش كي تنهار البلاد، المال ما ينفعكش ولو كان عندك مال قارون. كي يضيع الوطن ولو كان يكون عندك مال قارون واش دير بيه؟ كي تنهار الدولة لا قدر الله واش دير بالمال؟ تولي إلا هربت انت وهربت ولادك راك مليح. إذا هذا الشعب راه جاي باش يحرركم وباش ينقذ البلاد. هذا الحراك هدفه هو إنقاذ البلاد، وهو حقيقة يعني فرصة استثنائية قد لا تتكرر. إذا إخواني نسعى ونخدم على هذا، وكل الأحرار، كل الحرائر في البيوت، في الشوارع، عند الحفاف، في القهوة، في تاكسي، في السيارة، تكلم على أقنع خاوتك ما نخلصوش، وهو لا ما نخلصوش. مدارس بائسة، مستشفيات كارثية، طرقات مدمرة، إدارة مرتشية، بيروقراطية، قهر. الجزائر هذه تكفي 400 مليون يا إخوان، مش 40 مليون يحيروا فيهم. هو أصلا اللي راهم الداخل أقل من 37 مليون، راهم في حوالي 6 مليون راهم في الخارج. ما نخلصش لأن النظام غير شرعي، ما نخلصش لأن العصابة لا تستمع للشعب، ما نخلصش لأن الخدمات سيئة، ما نخلصش لأن الأموال اللي ندفعها راهي تروح باش يستمر القمع ويستمر القهر. ما نخلصش، وما نخلصش باش نصعد الضغط. إذا استمعوا سلموا الأمر للشعب، طبقوا المادة 7 و8، اعترفوا بالدولة المدنية، اعترفوا بعودة العسكر إلى ثكناتهم، الله يبارك، يعود الشعب مش برك يدفع ويخلص، يدفع الدوبل إذا لازم الأمر، لأن يومها يشعر أن الدولة دولته والبلاد بلاده والوطن وطنه، والناس مستعدة تضحي. الناس مستعدة، نعرف ناس في الخارج قالوا لي مستعدين نروح ونخدموا في الجزائر ب10%، في أطباء في كندا، في فرنسا، في ديزانفورماتيسيان، في ديزانجينيور، في مستعدين. قال لك راني ندي هنا 10,000 أورو في الشهر، أنا مستعد ندي 1000 أورو في الجزائر أو أقل، المهم باش نعيش حياة كريمة ونروح نخدم لما نشعر أن البلاد بلادي. لكن لما تشعر أنها نتاع عصابات، نتاع اللي ينهبوا بلا حدود، يدوا قروض من البنوك بالمليارات، لا أقول مليارات دينارات وإنما مليارات الدولارات البعض منهم. حداد هذا الآن يتكلموا بلي خذ أقل شيء 3 مليار دولار، معناها خذ أقل شيء 54 ألف مليار سنتيم من مالك أنت وأنت وهو وهي. ما نخلصش، ما نخلصش، لأن أموالنا الآن راهي تدفع للقوى الخارجية باش يبقاو ينهبونا، ينهبوا أموالنا، يتدخلوا في أجواءنا، يدخلوا إلى موانئنا، يأخذوا بترولنا وغازنا بسعر مش هو السعر الحقيقي. ما نخلصش، ما نخلصش، لأننا لا نشعر بالسعادة في هذا الوطن العزيز، لا نشعر بالراحة. الناس مدمرة، أمراض القلق تملأ البلاد،
اللي عنده لاتونسيون، اللي عنده القلب، واللي عنده الصداع، واللي عنده امراض القنطه والامراض النفسيه وامراض والناس كان يوصل الى حاله الجنون رحمهم الله من شده الضغط، من شده القهر. يدحس الانسان، يدحس رب البيت، ربه البيت، خاصه الناس اللي دخلها محدود. كاين الناس اللي دخلهم محدود، كاين الناس اللي ما عندهمش دخل، كاين الناس اللي ما عندهمش دخل، وكاين الناس ما عندهمش دخل ومصابين بإعاقات. أكثر من 4 مليون جزائري مصاب بإعاقة هنا أو هناك، وكاين اللي مصاب بإعاقات مزدوجة، كاين اللي 100% معاق. مساكين. كاين اللي فقد النور، فقد البصيرة، فقد البصر، فقد البصر وعنده أولاد وعنده زوجة، منين يجيب لهم؟ ما فيش دولة ترعاه، ما فيش جمعيات خيرية، لأن الجمعيات نتاعهم كلها نتاع نهب، ما خلوش الشعب يبني جمعياته. كثير من الجمعيات اللي قامت لرعاية اليتامى، رعاية الأرامل، رعاية المعاقين، رعاية الكذا، رعاية الشيخوخة، دمروها، ما يعطولهاش الموافقات. انت مشكوك في امرك، ما نعطوكش الموافقة، والله لازم تدفع اموال كثيرة، رشاوي كثيرة. حدثتكم امس على هذا وزير السكن اللي راهم زعما دخلوه للسجن امس، كان يطلب 500 مليون على اي اغريمون باش يعطيها لواحد انتربرونور، 500 مليون سنتيم. الى مد فقط 100 اغريمون معناها راه ادى 50 مليار. هذا في قضيه واحده. الان عم يتكلموا عنده مصايب كبيره. وين كانت الدي ار اس؟ كانت تتعس في البسطاء، كانت تقهر في البسطاء، كانت تخترق الكمبيوترات والتليفونات نتاع البسطاء، كانت تحقر الناس. وين كانت اليرجي؟ وين كانت لي جي اف؟ وين كانت لا كور دي كونت؟ ما تحتشموش، ما تستحوش، لا تشعرون بالخجل عندما أموالنا تنهب بالمليارات كنتوا تعسوا عليهم. هاو اليوم سلال يعتبر من رؤوس العصابة، ويحيى كذلك، حداد، طحكوت، واش كنتوا تديروا لهم؟ كان تجد الضابط كوميسار برينسيبال، كوميسار ديفيزيونير يفوتوا عليه، تحيلهم، يضرب له التحية. شفناهم لما كانوا باش يروحوا برك يحقوا معاهم في سيدي محمد، كاين بعض الشرطة اللي مازال يشوف في يحيى رئيس وزراء، يتحولهم، يتحولهم. كنت يا ديفيزيونير، يا كوميسار، يا انسبكتور، يا شرطي، يا ضابط المخابرات، يا ضابط الدرك، يا ضابط الجيش، كنت تحيي في اللصوص وتقهر في المستضعفين والبسطاء. عندما يضرب حاج غرمول اليوم بهذه الطريقة، يضربوا هذا الكوميسار، هل يتجرأ هذا الكوميسار أن فقط ما يحييش أولاد الوزراء، ما قلش فقط الوزراء، كي يجوا فايتين عليه يحييهم ورجله فوق رقبته؟ ما نخلصش، لأن ما عندناش دولة عدل، ما عندناش دولة حقوق، ما عندناش دولة قانون، عندنا الغاب، دولة الغاب، دولة القهر، دولة التخويف. لكن الحمد لله الرعب انتقل إلى الطرف الآخر، حابين راهم يجروا عند الروسي وعند الألمانية وعند الخاين الحرمين وعند وزادوا داروا كارثة، راحوا عند حفتر مجرم الحرب اللي هدد في الجزائر، راحوا يحلوا فيه باش يجيبوه للجزائر، وكانوا يزعمون أنهم سيقومون بالوساطة بينه وبين حكومة السراج. حكومة السراج قال لهم لن نأتيكم، ما نسمعوش بكم، ما استقبلوش الوزير هذا بقدوم، أحد المفسدين اللي كان في المنصب في نيويورك، ما خلى ما ينهب. وزوجته كانت قنصل عام، وهو ما يمنعه القانون حطه وزير. كلما كنت فاسدا، كلما كنت فاجرا، كلما كنت خبيثا سفيها، يعطوك مناصب أعلى. هذه دولة بوتفليقة ودولة الجنرالات، وما زالت مستمرة. إخواني، نحن في العهدة الخامسة، صاحبهم هذا اللي يسموها التبون قال لك والله يا برنامج الرئيس غير مستمر، ما يتوقف،
آه صحيح، قالها لما كان وزير سكن، لكنها الآن برنامج الرئيس. تعرفوا شكون اللي راهم في المرادية الآن؟ ثلاث أرباع منهم اللي راهم الآن في مناصب حساسة داخل رئاسة الجمهورية، ثلاث أرباع منهم كانوا في دولة التوفيق، والربع الأخير أقرباء تاع جنرالات ونتاع وزراء حطوهم ثم. موسى الحاج، الحاج موسى، يجب أن تعود المرادية إلى المدنيين وإخراج الحنوشة منها. ما نخلصش لأن ما كمش رجال دولة، ما كمش حتى رجال دوائر، حتى هذا تبون لا يصلح حتى لإدارة دائرة. في وقت معين كنت نقول أنا ممكن يكون رئيس دائرة، لا يصلح. سمعوا وش قال قبل أيام، اسمعوا وش قال. يعني واحد الفضيحة يوري لك وين وصلت الجزائر، وصلت إلى الحضيض، إلى الحضيض. اسمعوا وش يقول. هذه في هذه كانت مع لما جاء الأسبوع الماضي الرئيس التونسي. اسمعوا هذه مليح. وإبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عن ليبيا، ومنع تدفق سلاح إلى آخره، وأن تكون تونس والجزائر هي بداية الحل بلقائها مع كل ليبيين، كل قبائل ليبيا، إما في تونس أو في الجزائر، حتى نبدأ مرحلة جديدة لبناء مؤسسات تساعد أشقائنا في ليبيا لبناء مؤسسات جديدة، من بعد تؤدي إلى انتخابات عامة وإلى بناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية، بشرط أن يقبل منا هذا الاقتراح من طرف من يسيطر حاليا، مش في الداخل، خارج، يسيطر على قرار في ليبيا. إذن بشرط يقوم هو بنوع من الوساطة وتكون القبائل الليبية في تونس ولا في الجزائر، بشرط. وش وضع لنفسه الشرط؟ شوفوا الجهل، شوف الجهل هنا. قال لك بشرط أن يقبل منا من طرف، مش في الداخل، من طرف الخارج، أي القوة الدولية اللي تسيطر على الأرض. من هي القوة الدولية اللي تسيطر على الأرض؟ فرنسا، روسيا، تركيا، الإمارات، مصر، أقل شيء هذه الخمس دول. يضع لنفسه شرط، هو المجاور إلى ليبيا، هو اللي بترول وغازو على الحدود الليبية، هو اللي تحت الخطر مما يجري في ليبيا. يضع لنفسه شرط أن توافق عليه الدول اللي متواجدة عسكريا في ليبيا. يعني راني تحت رحمتكم، أنا نتقبل منكم أنتم، ها هو مقترحنا، إلا قبلتوه حنا نديروا الوساطة بيناتهم، إلا ما قبلوش ما يقدرش يدير. بدل من يقول نحن سنقوم بوساطة بين القبائل الليبية وسنفرض
والليبيين إذا ما اتفقوا سيفرضوا قرارهم هم وعلى القوى الخارجية أن تغادر ليبيا أي كانت هذه القوى الخارجية، وهي تتدخل بغير حق وضد القانون الدولي، وهؤلاء إخواننا ولن نسمح بأن يكونوا في هذا الوضع وفي هذا الدمار اللي تثبت فيه هذه الدول. قال لك بشرط أن يقبلوا اللي عندهم قوات على الأرض أن يقبلوا وش رانا نقترحوا. شوفوا وين هانت الجزائر، شوفوا وين هانت الجزائر، يعني دولة تعمل جمهورية الموز ما يقولش رئيسها هكذا. شفنا دويلات صغار تتعنتر، يعني تولي الجزائر ترتعب منين؟ من الإمارات، علاه متواجدة في ليبيا أو منين؟ من فرنسا، علاه متواجدة في ليبيا؟ ما لا يعرفه هؤلاء السفهاء اللي يبهدلوا بنا أمام العالم. أعطي له مثال بسيط، حينما كانت الولايات المتحدة تدمر في الفيتنام تدميرا هائلا، وظلت الولايات المتحدة تحتل الفيتنام وتدمر و لسنوات، لكن كانت كاينة دول منهم الصين، والصين آنذاك كانت دولة متخلفة جدا، أنا نتكلم عن الستينات والسبعينات، بداية السبعينات كانت الصين متخلفة جدا، لكن الصين كان عندها أراضي مشتركة مع الفيتناميين، فكانوا الصينيين يهربوا السلاح للفيتناميين لأن مش حابين أمريكا تجي عندهم، هم ما يهمهمش الفيتنام، كان بالنسبة لهم مصلحتهم هي الصين أساسا. يعني هزمت أمريكا في الفيتنام هزيمة نكراء نتيجة للدعم الصيني إلى حد ما السوفيتي، ولكن الصيني أساسا. ثم نعطيكم مثال آخر، في 79 لما غزا الاتحاد السوفيتي، كان إمبراطورية عظمى، لما غزا أفغانستان واش داروا الأمريكان باش يكسروه؟ استعملوا باكستان اللي عندها حدود مع أفغانستان، وبدأوا الأمريكيين والباكستانيين يعاونوا في الأفغان، أخرج الأفغان بهذا الدعم، كان دعم باكستاني أمريكي ودول أخرى. أمريكا ما كانش يهمها أفغانستان، كان يهمها أن في آنذاك الاتحاد السوفيتي ما يسيطرش على أفغانستان في إطار الصراع القائم بيناتهم، فكان استخدموا باكستان اللي عندها حدود مشتركة، خرج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، بل خرج الاتحاد السوفيتي من الوجود، كسر الاتحاد السوفيتي. أحد أهم أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي هي حرب أفغانستان. أي أن الدول المجاورة لمناطق النزاع تستطيع أن تكون لها الدور الفاعل، وتستطيع أن تكون اللاعب الرئيسي. هذا السفيه الذي ليس له لا كاريزما ولا قوة خطاب ولا قدرة على الحديث ولا قدرة على أي شيء، لأنه كان دائما صغير يؤمر فيفعل، قال لك احنا نديروا كذا وكذا وساطة بين الليبيين بشرط أن يوافق الآخرين. شوفوا المذلة، شوفوا الإذلال، شوفوا الإهانة وجهها الروح وجهها من وراء لكل الجزائريين. لو كان في الجزائر، لا أقول حكومة عقلاء وراشدين، حكومة فقط عندهم، فقط عندهم ذرة وطنية، فقط حب الوطن، فقط كل القوى اللي في ليبيا يرغموها باش تخرج. يكفي أنك تمول بالسلاح وربما بالخبراء، تمول الأطراف اللي لا تريد الاستعمار الخارجي، لا تريد التدخل الخارجي بطريق غير مباشر، وتبقى أنت من بعيد فقط، تروح تشوف الجهة. وفي الحالة هذه اللي هي الحكومة الشرعية اللي هي ضد التواجد الفرنسي والإماراتي والمصري والروسي، وتقوم بدعمها بطريق غير مباشر دون أن تعلن عليه أصلا، لأنك عندك حدود مشتركة. فرنسا لما تجي لازم تقطع البحر، الروس لما يجي مش يقطع البحر، يقطع أجواء عدة دول والبحر، إمارات لما تجي لازم تقطع 3000 كيلومتر، ما عدا مصر اللي هي شبيهة لنا في الوضع، البقية كلهم احنا عندنا تفوق، والتفوق هو عندنا انباز، عندنا انتاج، عندنا ارضيه، عندنا قواعد على الارض. قال لك لازم توافق علينا هذيك الدول،
طيب إلى ما وافقتش يحتلهما ليبيا، ومن بعد يستطيعون أن يتلاعبوا في أرضنا كما يشاءوا ويتجهزون لنا فيما بعد. أنتم خطر على البلاد، أنتم لا تستطيعون لا إدارة لا الدولة بالمفهوم الاقتصادي ولا السياسي ولا الدبلوماسي ولا الإعلامي ولا أي شيء. أنتم مجرد واجهة نتاع رداءة ونتاع فشل جابوها الجنرالات نتاع القتل ونتاع النهب ليس أكثر. وعلى هذه ما نخلصش، عندناش دولة، عندنا عصابات باعترافهم هم، ما نخلصش. نخلص نهار عندي دولة تستطيع أن تحمي حدودي، تستطيع أن تحمر عينها في الدول اللي جاية بجنبنا. نهار عندي دولة تمنع الإمارات أن يكون لها قاعدة عسكرية في النيجر وفي مالي وفي موريتانيا وفي ليبيا، كل الدول اللي مجاورتنا. ماذا تفعل الإمارات بالقواعد العسكرية في الدول اللي مجاورتنا؟ راح تبيع اللفت ولا تبيع الجيدورونج؟ عم يحضروا نهار لي يلتفوا علينا، خاصة أن هذه العصابة عطيتها ميناء الجزائر وميناء جنجن ومعاها في عدة مشاريع خاصة عسكرية. الإمارات تتحضر لتكسير الجزائر خدمة لقوى عالمية، تتحضر الإمارة لفعل ذلك. وعصابتنا إما لا تعرف وهذه كارثة أو تعرف هذه كارثة أعظم. وإذا كانت لا تعرف كيفاش تعطيها الميناء نتاع العاصمة والميناء نتاع جنجن وشركة التبغ وكذا من آلاف هكتارات في الصحراء يقتلون الغزال ويقتلون الطيور ويقتلون ويقتلون يعبثون في البلاد، وهي التي تحيطنا بالقواعد العسكرية. واش الإمارات هذه ولات إمبراطورية الصين ولا إمبراطورية أمريكا؟ يا أخي بضعة عشرات الآلاف من السكان، لا لا تقوم بذلك لنفسها. الإمارات مشروحة أن تكون كل هذه المنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي أن يكون كله مدمر، تبقى فقط هي أبوظبي ودبي و الجراتسيال تاعها والبنوك التي تنهب وتذهب إليها. اليمن ردوه إلى ما قبل العصر الحجري، ليبيا ردوها إلى ألف سنة الوراء، مصر وضعوا عليها جنرال سفيه معتوه. هاي مصر الآن تعطش وتغرق والشعب المصري يغرق كل يوم أكثر. وش رانا نستناو؟ رانا نستناو حتى نولو هكذا؟ على هذيك ما نخلصش باش نسرع برحيل هذه العصابة بسقوط النظام، بل قول بسقوط العصابات ونبني النظام بإذن الله. سيبني الأحرار النظام وستقوم جزائر الشرف، جزائر العزة، جزائر الكرامة. وحينها لن تجرؤ هذه الدويلات خاصة الصغيرة أن تتقرب، أن تتحرش، أن تتدخل في أرضنا وأن تتلاعب بمصيرنا. نعم ستنهض الجزائر، ولم يبقى على ذلك الكثير. إخواني 21 و22 يجب أن يكون طوفان، ويجب أن تكون بداية جديدة، ونحضر أنفسنا من الآن باش ما نخلصش، ونبدأ نتصلوا بكل الجهات بكل، وتبدأ المدن اللي فيها تضامن أكبر بتطبيق ما نخلصش، وستكون بعدها المدن الأخرى بإذن الله والأحياء الأخرى بإذن الله. وهكذا تكون هذه واحدة من الطرق الأكثر ضغطا على العصابة، وتأكدوا أنهم سيشعرون بالرعب، راح يبدأوا يخوفوا الناس. أنا طبعا راهم ضاربين صفحة الفيسبوك، راهي لا تصل إلى أكثر من 80% من المتابعين، وحتى اليوتيوب فيها مشاكل، لكننا سنظل نقول الحقيقة وندافع عن حقنا وعن شعبنا إلى آخر نفس بإذن الله. حي الله الحرار في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.